مشاهد عبثية شفناها على مدار سنة من حكم الأهلي والعشيرة، دلالتها كانت مفزعة للمصريين، خلتنا نشوف مستقبل أسود لبلد عمر ما ده كان حالها. الناس بكل أطيافها السياسية كانت مجتمعة على إنه مش دي بلدنا اللي إحنا عارفينها، وإنه أكيد في طريق للخلاص. وكان يعني أمل الناس جميعاً هو قوتها المسلحة، هي الحماية وهي الملاذ الدائم للشعب المصري. الحقيقة إنه جموع الشعب اللي اتحركت، اللي هنا ما كانش بيحركهم يعني اتجاه سياسي ما أو انتماء سياسي أو حزبي، هنا كانت بتحركهم خوفهم على مستقبل بلدهم وعلى مستقبل ولادهم. كان بيحررنا وبيحررنا أيضا اللي شفناه من تهديد ووعيد للشعب المصري بيعني ألفاظ وعبارات وأسلوب عمرنا لا شفناه ولا عشناه من قبل هذه الجماعة وقيادتها الإرهابية. الحقيقة أنه الناس لما نزلت في 30/6 كل واحد كان نازل من بيته وعنده أمل كبير أنه إحنا إن شاء الله مش هنرجع غير لما يتم إزاحة هذا النظام. ومع كل يعني محاولات الإحباط اللي كانت بتحصل ومسألة المجتمع الدولي ورأي المجتمع الدولي فيما يحدث، إحنا ما كناش شايفين غير حاجة واحدة، إنه أكيد قوتنا المسلحة هتستجيب لإرادة هذا الشعب وتسمع صوت وندى كل أم نزلت خايفة على مستقبل ولادها وخايفة على هذا الوطن، أكيد هتستجيب لهذه الإرادة القوية الحقيقة اللي يعني أنتجت عن مشهد العالم كله كان بيتحدث عنه. لما شفنا الناس بالملايين في كل الميادين، محافظات حتى الصعيد اللي يمكن ما كانوش بينزلوا بالشكل ده نزلوا 30/6. والحقيقة أنه مسألة أنه تحس أنه البلد بتتسرق منك والبلد بتتاخد منك وأنه ما فيش مؤسسة في الدولة ما كناش بنشوفها رايحة في سكة الأخوانة، ودي حاجة كانت بترعبنا لأنه إحنا ناس كتير مننا تربوا على إنهم يبقوا عارفين هذا الفصيل كويس، لكن في الناحية التانية كان في أسر اتخدعت باسم الدين، ولما تكلم الناس باسم الدين ده حديث الناس يعني بتحبه، واتخدعت في هذه الجماعات باسم الدين. لكن الحقيقة اللي الناس نفس الناس دول اللي انتخبوهم شافوه منهم خلال هذه السنة خلاهم يحسوا إنه لابد يعني من طريق للخلاص من هذا النفق المظلم اللي احنا دخلنا فيه خلال هذه السنة. كل سنة وحضراتكم طيبين. الذكرى 10 ل 30 يونيو، والنهاردة على وجه التحديد كان يوم مهم جدا، ويعني كنا كلنا قدينا على قلبنا ومستنيين إيه اللي هيحصل. مسألة إنه يعني القوات المسلحة تنحاز للشعب كانت مسألة مهمة جدا، وعلى قد ما احنا كنا متأكدين من ده على قد ما احنا كنا منتظرين ان احنا نسمع علشان نطمن. اعتقد انه يوم 2 يوليو ما كانش يوم سهل على مصر، وكان يعني يوم فارق ومشاهد فارقة عاشتها كل محافظات الجمهورية وكل ميادين الجمهورية علشان نستعيد بلدنا. احنا دلوقتي معانا على التليفون النائب طارق الخولي وكيل لجنه العلاقات الخارجيه بمجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. مساء الخير على حضرتك وكل سنه وحضرتك بخير. وعايز ارجع معاك للمشهد يوم 2 يوليو 2013 ويعني الوضع الجيوسياسي جوه مصر وفي الشوارع المصريه وايضا المجتمع الدولي. نعم، تحيه للتقدير لحضرتك ولجميع الشعب المصري العظيم اللي انتصروا لثورتهم بذكرى واحده من اعظم الثورات في تاريخ الحياه السياسيه المصريه. والحقيقه انه رغم مرور 10 سنوات الا ان احنا بنتذكر هذه الايام وكانها امس. والحقيقه في هذا التوقيت زي ما حضرتك تفضلتي يوم 2 يوليو كنا جميعا نتطلع بجلال كبير لما سيحدث ونترقب خلال ساعات ما سيكون، لانه في هذه اللحظات كان يسطر مصير مصر ليس لـ10 سنوات ولا لـ20 سنه قادمه، وانما لمئات السنين ما بين
دولة وطنية مستقلة وحرة، وبين مشروع إخواني يريد أن يتمدد في هذا الإقليم ويبني الدولة الإخوانية بعيدا عن الدولة الوطنية المصرية. والحقيقة ده الأساس، وزي ما حضرتك تفضلتي فيما تناولتيه في أنه لم يكن المسألة متعلقة بتيارات سياسية ولا بأحزاب ولا برؤى سياسية، المسألة كانت خلاف وطني وليس خلافا سياسيا مع جماعة الإخوان. تلك الجماعة لا تؤمن أساسا بفكرة الوطن. صحيح. ولا تؤمن بفكرة مصر، وطنهم هو جماعة الإخوان، وهذا ما يعني أعلنوه، وحتى لم يبطنوا هذا الأمر وإنما أعلنوه في أحاديثهم وعلى لسان قيادتهم، وكان من أبرزها المرشد السابق لجماعة الإخوان مهدي عاكف الذي قال جملته الشهيرة تصدف مصر. هذه هي عقيدة جماعة الإخوان. وفي جملة أخرى قال أحد قيادات الجماعة: إما أن نحكم مصر أو نحرق مصر. تلقى هي عقيدة الإخوان، ما لا يفرق معهم، ما يفرقش معهم مسألة مصر ولا الدولة المصرية ولا الهوية المصرية، وطنهم هو جماعة الإخوان، وهذا ما سعوا إليه كما تفضلتي بأخوانة الدولة، وكانوا بيسعوا وعامل الوقت كان بالنسبة لهم مهم للغاية، القدرة على التمكن من كل مفاصل الدولة المصرية، والقدرة على وجود عناصر من جماعة الإخوان في كل أماكن صنع القرار في الدولة المصرية، وسعوا بمسألة الإخوانة وبناء ميليشيات موازية للقوات المسلحة المصرية، وفي نفس الوقت العمل على إرهاب كل الأطراف التي تفضحهم أو تواجههم. وكان ما بينهم الإعلام المصري الذي عانى كثيرا بحصار مدينة الإنتاج الإعلامي وإرهاب الإعلاميين والشخصيات العامة، إضافة لحصار المحكمة الدستورية العليا ومحاولة إرهابهم للقضاء وعزل النائب العام، وكان خطيرا. نعم تفضل. وما حدث وكان خطيرا هو الاعتداء على المتظاهرين السلميين في محيط قصر الاتحادية، وما كانش الاعتداء فحسب هو الخطر، وإنما ظهور أشخاص بيقوموا بدور التحقيقات مع المتظاهرين السلميين، وهنا ظهر أن هناك ما هو موازي لكل المؤسسات الرسمية للدولة المصرية، حاولوا يلعبوا دور للنيابة العامة، حاولوا يلعبوا دور موازي للقوات المسلحة، دور موازي للنيابة العامة المصرية، وغيرها من هذه الممارسات الخطرة والصعبة، واللي كانت أكبر تحدي وأخطر على مدار تاريخ الحياة المصرية. صحيح. يعني سيادة النائب، وحضرتك بتتناول العبارات اللي كانوا بيستخدموها يعني القيادات بتاعتهم، الحقيقة يعني هم ما كانوش متخيلين أثر ده على الشعب المصري، وما كانوش متخيلين قد إيه غيرة الشعب المصري نساءه كمان قبل رجاله على هذا الوطن، وحبهم لهذا الوطن، وإنه ده ممكن يعني يعمل ثورة. ما كانوش مصدقين إنه ده هيحصل، وكان يعني في حالة من التعالي على الشعب، وإنه ما فيش حاجة هتحصل 30/6، ما فيش حاجة هتحصل. حال الأحزاب يعني في الوقت ده كان عامل ازاي؟ توقعاتكم كانت ايه؟ لانه انا لسه كنت بقول كانت ايدينا على قلبنا ومنتظرين بيان القوات المسلحه، وخصوصا لانه كان البيان اللي قبله بامهال 48 ساعه لكل القوى السياسيه، فالناس كانت منتظره الخلاص. كان الكل في هذا التوقيت على قلب رجل واحد، كان الكل يرى ان مصير مصر يحدد في هذه اللحظات الفارقة، وأن لا يمكن أن نفرط في الدولة المصرية لتلك الجماعة الفاشية التي لا تعرف الدين بالأساس، وحتى هذا بدأ في ممارساتهم. هؤلاء استباحوا الدماء، هؤلاء استباحوا الأعراض، هؤلاء مارسوا كل ما هو مخالف لدين الإسلام، دين السلام والمحبة، الذين ارتدوا عباءة الدين واعتدوا على الجميع، وحاولوا يستخدموا الدين لإحراز مكاسب سياسية زي ما حضرتك تفضلتي، أو لا يستخدموا الدين لدغدغة مشاعر البسطاء ولمحاولة إحراز مكاسب سياسية، واستخدموا مسألة الدين لأنها الأسهل في الوصول للبسطاء ومحاولة استمالتهم. هذا حدث وحكم جماعة الإخوان، والحمد لله أن حكم جماعة الإخوان حتى يظهروا على حقيقتهم. نفس ذات القيادات ونفس ذات الأشخاص الذين كانوا يرتدوا
وشاح العفة والطهارة والوداعة وكل هذه الأمور تحولوا في فترة حكم الإخوان إلى شياطين يسيروا على الأرض يهددوا الجميع، يخاطبوا بشكل في شكل سافر وشكل متجاوز مع كل الأطراف، فبدت كل سوءاتهم واتضح للجميع حقيقة هؤلاء الذين كانوا يعني بيقوموا باستخدام عباءة الدين لإخفاء حقيقتهم، لكن حكمهم كان مهم جدا في أن نعرفهم جميعا وأن يتضحوا جميعا أمام الشعب المصري بعيدا عن كل ادعاءاتهم وبعيدا عن كل تزويرهم. الحقيقة أنه كان من أخطر الأمور اللي ارتكبوها في حق الشعب المصري، وهنا يجب أن نذكر بالتحية والإجلال والتقدير شهدائنا الذين ضحوا بأغلى ما يملك الإنسان بأرواحهم، شهدائنا المصريين ومن قوات الجيش والشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل أن تحيا مصر ونحيا جميعا أمينين الآن ونحتفل بالعام العاشر لانتصار الثورة المصرية العظيمة. هؤلاء لم يعني يكفوا عن ارتكاب كل الفظائع من أجل إحباط الثورة ومحاولات عدم إنفاذ أراضي المصريين عن طريق ما تم من جرائم بعمليات التفجير والقتل والإرهاب وما تم في سيناء وحرق 70 كنيسة خلال ساعات قليلة ما بعد بيان 3 يوليو. كل هذه الممارسات والإجرام كان يسعى لترقيع الشعب المصري ولعدم إنفاذ إرادته، إلا أن الشعب المصري وقف له التاريخ انتباه وتحية فأنه استطاع أن ينفذ إرادته واستطاعت القوات المسلحة أن تقف بجوار الشعب دائما أبدا وأن تنفذ إرادة المصريين وإرادة الجماهير في ثورة 30 من يونيو، ونحن جميعا استطعنا أن ننتصر لهويتنا المصرية رغم الضغوط الكبيرة كمان من قبل ما واجهناه على المجتمع الدولي في هذا التوقيت ومحاولة الإخوان لتزوير ما حدث في 30 من يونيو، وعانينا كثيرا في التعامل وإطلاع المجتمع الدولي على الحقائق حتى تغيرت الأمور تماما وعادت مصر إلى مكانتها على كافة المستويات بإرادة المصريين وبوحدتها. صحيح، يعني يمكن حضرتك تحدثت عن تحديات خارجية وداخلية، الوضع كان يعني في منتهى التعقيد، تحديات اقتصادية واجتماعية، ويعني البلد كانت على وشك حرب أهلية بوجود مسلحين يعني تابعين لجماعة الإخوان الإرهابية بيهددوا الناس. مسلحين كانوا في قلب القاهرة، يعني احنا صحيح في فترة ثورة 30 من يونيو وما تلاها من أيام كان في مسلحين في قلب القاهرة يرتكبون الجرائم ويعتدوا على الأشخاص، وشاهدنا مشاهد كانت صعبة للغاية لأول مرة نشهدها بهذا الشكل وبهذا الإجرام، وكان فيه يعني عملية انتقام شديدة من الشعب المصري، إلا أنه صمود هذا الشعب والتضحيات التي قدمها أبناء الجيش والشرطة تصدت لمخططات الإخوان واستطاعت أن تنفذ إرادة المصريين. صحيح، وأنا هنا عايز أتوقف مع حضرتك عند المشاهد اللي كانت في الشوارع، وحضرتك أكيد كنت موجود في وسط الناس وتابعت اللي كان بيحصل. الناس كانت يعني رفع علم مصر وده اللي كان متصدر كل الميادين، وكانت حالة من يعني الاحتفالية بالخلاص، لأنه الناس كانت مستاءة من كل الأوضاع اللي بتحصل وكانت خايفة على البلد، ويعني كنا شايفين إن إحنا في نفق مظلم مش هيخرجنا منه غير القوات المسلحة، وتحديات جمة كانت يعني أمام متخذي القرار في هذا الوقت بالتحديد. أتحدث عن المجتمع الدولي والممارسات الضاغطة على متخذي القرار في هذا الوقت، ويعني في الناحية الثانية كان الشعب المصري كله على قلب رجل واحد، سواء أحزاب سياسية أو يعني ناس عاديين ما لهمش أي انتماءات. يعني لو إحنا حتى بنتكلم حزب الكنبة اللي كان خلاص لا عايز ينزل ولا عايز يشارك في أي حاجة، نزل بالتحديد في الوقت ده بطريقة يعني كانت واضحة لكل الناس. كل الطفل مصري نزل، ووجدنا الأسر المصرية تشارك وتدافع عن وطنها وعن مستقبلها، والحقيقة أنه كان في مخيلة الإخوان أن تحرك الشعب المصري في 30 من يونيو لن ينجح، وكانوا بيعولوا على أن المتظاهرين هيبقوا فترة قليلة في الميدان، وكان بعد هذه الفترة بقليل شهر رمضان، حلول شهر رمضان، وبالتالي الناس هترحل في فترة الصيام ولن يعودوا،
وإضافة لذلك أنه كان عندهم تطلع أن القوات المسلحة لن تنحاز لإرادة الجماهير، وبالتأكيد هم لم يقرأوا التاريخ، لأنهم لو قرأوا التاريخ سيجدوا أن دائما أبدا القوات المسلحة كانت تنفذ إرادة المصريين، ودائما أبدا نحن في خندق واحد، لأن القوات المسلحة هي بالأساس جيش الشعب، وهي بالأساس تكوينها من الشعب المصري. فبالتالي هم لا حتى يجهلوا التاريخ ويجهلوا طبيعة القوات المسلحة وطبيعة الشعب المصري، وهذا التعويل كان تعويلا خاطئ، وحتى تقديراتهم للأمور كانت خاطئة للغاية، ولم يكن لديهم تقدير بأن الشعب المصري عندما ينتفض لا يعود عن انتفاضته حتى يزيح من يعتدي على وطنه ومن يهدد هوية وطنه وسلامته. والحقيقة أنه حتى لم يفهموا أن المصري الذي ارتبط بأرضه منذ آلاف السنين لن يفرط فيها أبدا لأي طرف، ولن يسمح لأي طرف أن يمس الدولة المصرية ويمس هويتها. وهنا أيضا جاء الدور الشجاع في حينها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي، حينها هذا الرجل الذي قام بدور شجاع للغاية ولم يخش شيئا ولم يخف أحد، واستطاع أن يصمد رغم الصعاب ورغم هذه الفترة حالكة السواد والصعوبة، استطاع أن يصمد واستطاع أن يقف بكل شجاعة لينحاز جماهير الشعب المصري وبقواته المسلحة، وكان يدرك حجم التحديات والتضحيات التي سيقدمها الشعب المصري في هذه المواجهة، لكن انحاز بإرادة الجماهير، واستطعنا جميعا ونحن على قلب رجل واحد أن نواجه هذا الخطر الذي أول مرة يمر على تاريخ المصري، لأنه خطر في الداخل، دائما كان عدونا يأتي من الخارج، وكنا نواجه عدونا كل مرة عبر التاريخ بسهولة ويسر وبعزيمة، ولكن هذه المرة كانت الأصعب، لأن العدو كان يأتي من الداخل وكان يرتدي يعني عباءة الدين زورا، وكان يسعى للسيطرة لمئات السنين، لكن هذه الإرادة الصلبة استطاعت أن تنتصر في النهاية. صحيح. سيادة النائب، عايز أسأل حضرتك عن يعني رأي المجتمع الدولي الآن بعد 10 سنين على 30/6، كيف يرى المجتمع الدولي الآن الجمهورية الجديدة؟ حقيقة أن المجتمع الدولي ويعني في عام 2016 انتخب مجلس النواب طبقا لاحكام دستور عام 2014 وبعد ثوره 30 من يونيو، ودخلت الى لجنه العلاقات الخارجيه واطلعت عن قرب فيما يحدث في علاقاتنا الدوليه، والحقيقه الوضع كان في غايه الصعوبه، يعني حتى عام 2016 كان ما زال هناك تحديات كبرى تحدث في مستوى علاقاتنا الدوليه، وكان جماعه الاخوان بتسعى بمنتهى الشراسة والسعي للإضرار بمصالح مصر على المستوى الدولي. هم بدأوا أولا بوجود ميدان آخر هو ميدان رابعة لمحاولة التصدير للمجتمع الدولي أن المجتمع المصري والمصريين منقسمين ما بين ميدانين، وكان هذا زورا وبهتانا، وسعى الإخوان من خلال ده بعد ذلك وبعد فض اعتصام رابعة أن يصنعوا مظلومية زائفة وأن يسعوا من خلالها أيضا لاستهداف الدولة المصرية ومصالحها في الخارج، وده وصل إلى حد أن مصر تعرضت لتجنيد عضويتها في الاتحاد الإفريقي، وشهدت أيضا صعوبات بالغة، لأنه كان في العديد من الدول الكبرى والمؤثرة في السياسة الدولية كان لديها تشويش شديد في فهم فيما يحدث في مصر. وهنا كان دورا كبيرا من جانب الدبلوماسية الرئاسية والوزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، سعت بكل جهد لمواجهة هذه التحديات، حتى أن الإخوان كانوا يحاولوا إرهاب المصريين في الخارج وإرهاب الوفود التي تذهب إلى الخارج سواء كان من الحكومة أو البرلمان، وكانت تحاول أن تعتدي على هذه الوفود وأن تحاول أن تخيفهم، إلى أنه أيضا كان هناك تصميم وعزيمة شديدة على إظهار الحقائق لدى كل الأطراف وإعلام كل الأطراف بما نواجهه وبما يعني واجهناه من إرهاب. وأنا أعتقد أن التحولات الكبرى التي حدثت الإهان بتشير إلى نجاح هذه التحركات بقوة،
وأن المجتمع الآن الدولي ينظر لمصر نظرة احترام وتقدير شديد في تضحياتها في مكافحة الإرهاب وفي قدرتها على الصمود وفي حرب البقاء والبناء التي تخوضها مصر وما زالت تخوضها حتى نستطيع أن ننتصر في هذه المعركة حتى النهاية بالبناء وبالقدرة على مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه مصر، وأن ومصر ستنتصر في كل نهاية كما علمنا التاريخ. صحيح، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.